مع صلاة التراويح هي من قيام الليل، حبيت تصليها بالبيت بيجوز، وحبيت تصليها بالجامع كمان بيجوز، وإذا شفت حدا يصليها ركعتين لا تنكر عليه، وإذا شفته يصليها 8 لا تنكر عليه، وإذا شفته يصليها 20 كمان لا تنكر عليه. ما بدنا خلافات بين الناس مشان صلاة التراويح، لأنه صلاة التراويح هي سنة، وتوحيد الأمة هو فرض. ابن عبد البر المالكي يقول لا حد في عدد ركعات قيام الليل، والمذاهب الأربعة يرون أنك تصليها كيفما شئت، والنبي في صحيح مسلم قال إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والنبي كان يقوم قيام الليل 8 ركع ويوتر بثلاثة، وأحيانا كان يصلي 13 ركعة، وركعات النبي وصلاته كانت طويلة. وبالنسبة للمرأة تصلي في بيتها على قدر استطاعتها، وإذا حبت تروح للمسجد لا تمنعها، لأن النبي في صحيح البخاري قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. بالنهاية إذا أنت كمان حبيت تصليها بالبيت بيجوز، لأن النبي في صحيح البخاري قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة تكون في المسجد. وإذا خفت الكسل فصليها في المسجد، لأن النبي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. هذا والله أعلم. سلام عليكم.